النهارده الزمالك بيحقق نتيجه كبيره اخرى بسداسيه نظيفه على فريق دي جداها الصومالي بعد سبعيه مباراه الذهاب. ينتهي المباراتين في النهايه 13-0 زي ما عمل الاهلي بالظبط. 13-0 او 13 هو رقم السعد على الاهلي والزمالك في دور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. ده الجزء الاول من الخبر. الجزء الثاني من الخبر وده الاهم وده الابرز وده اللي هتهتم بيه جماهير الزمالك النهارده وكل الناس اللي بتحب الكوره في مصر هو شيكابالا. شيكابالا النهارده ظهور رائع جدا، هدفين، بيصنع هدفين. مصطفى محمد كان جاب هدفين هو الاخر، محمود علاء جاب هدف، ومحمود عبد العزيز جاب هدف السادس. الامر النهارده ميزته في ايه؟ شيكابالا من اللعيبه اللي يحبها نادي الزمالك واللي يحبها جماهير نادي الزمالك. شيكابالا مش بس هو قائد في الملعب، هو اللي بيقدم الأداء الممتع اللي بتحبه جماهير الزمالك على مدار تاريخ هذا النادي العظيم. شيكابالا من اللعيبة اللي تحب، كنت بقى مشجع زملكاوي أهلاوي اسماعيلاوي بورسعيدي، تحب تشوف شيكابالا في الملعب. أنا فرحان شخصيا بوجود شيكابالا في الملعب، فرحان أكتر إن وجود شيكابالا مع الزمالك أو عودته للزمالك هي مش عودة تكريمية. النهاردة شفنا ورغم سهولة المباراة إن شيكابالا لا عامل مؤثر جدا وعنصر مؤثر جدا. كل الهجمات الزمالك الخطيره او معظمها جايه من ناحيه شيكابالا، حتى الكور اللي ما انتهتش باهداف جايه من ناحيه شيكابالا. وطلبي من جماهير نادي الزمالك، من اداره نادي الزمالك، من الجهاز الفني لنادي الزمالك، ارفعوا الضغط عن شيكابالا وهتاخدوا حاجه ممتعه جدا. شيكابالا لعيب يحب يلعب بهدوء، يحب يلعب بعيد عن الضغط. النهارده عشان المباراه ما فيهاش ضغط، الزمالك ضامن الصعود، الزمالك ضامن الفوز كمان في هذه المباراه، مباراه العوده. شيكابالا بيلعب بمتعه باستمتاع، حتى لو المنافس زي ما قلت لكم سهل، بس شيكابالا بيقدر يتحرك في الملعب بشكل كويس، بيعرف يلعب كرات عرضيه، بيعرف يلعب برجله الشمال، بيصوب برجله اليمين، شفنا هدف النهارده نادر لشيكابالا برجله اليمين. شيكابالا لعيب مهم جدا في الزمالك، مهم جدا ان المدير الفني كمان يعمل طريقه لعب تخدم شيكابالا. ايه مثلا ميزه صلاح في ليفربول؟ ان يورجن كلوب بيقدر يشغل الفريق لصالح صلاح، يفتح له مساحات كويسه، يشتغل معاه فني وشغل تكتيك بشكل مميز جدا، فتلاقي صلاح مميز جدا. في مدرب تاني كان ممكن ما يظهرش صلاح زي المستوى اللي بيعمله في ليفربول حاليا او في الفترات الماضيه. شيكابالا محتاج ما ياخدش ادوار دفاعيه كتير، محتاج ياخد حريه اكتر في الملعب، ما يرتبطش بامور تكتيكيه وفنيه كتير. كل ده لو حصل من ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، هتقدر تاخد من شيكابالا شغل فني يخلينا اخر سنين عمر شيكابالا في الملاعب ناخد كفايتنا من المتعه اللي بيقدمها لنا في اللعب. شيكابالا واحد من افضل اللعيبه مهاريا جم في تاريخ الكره المصريه، كان حظه وحش في احيان كتير، كان هو مقصر شويه، احيانا كان الضغط الجماهيري عليه كتير، ولكن شيكابالا ضيع كتير من عمره في اوقات صعبه. الان لابد ان يختم حياته في نادي الزمالك بالشكل الامثل المتوقع منه، يخلينا نستمتع بلاعب بجد بيقدم كوره ممتعه للغايه. ده شيكابالا. الزمالك هيلعب جينيرسون فوت السنغالي في دور ال 32. مباريات الذهاب في هذا الدور هتقام في مصر او خارج مصر احد ايام 13 14 و15 سبتمبر. لقاء العوده هيكون في مصر احد ايام 27 او 28 او 29 من نفس الشهر. مليون مبروك لنادي الزمالك، مليون مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله كمان نقول بكره مليون مبروك لنادي بيراميدز السعودي هو الاخر لدور ال 32 في الكونفدراليه الافريقيه.